ده ما ادنى هو في حد ادنى من فين؟ اللي محدد، اللي هو الحد فين؟ الادنى ال 2000 جنيه مش كده؟ في حد ادنى؟ طبعا ما فيش اي عند مين؟ كل المؤسسات وكل المؤسسات كل المؤسسات حد الادنى 2000، بس هو انت شوف قانون الحد الادنى شامل، انت بتاخد بدل التكنولوجيا. روزا اليوسف بيقول لك متعين من 2013 مرتبه 1600 جنيه، طب ما هو مش عارف مين 1700 جنيه. بص يا استاذ احمد، فين الحد الادنى؟ بص يا استاذ احمد، بكلمك كمؤسسه يعني قوميه مش الصحف الخاصه. بص احنا هنا انا يعني انا سولت في الكلام ده، فجبت النص التفسيري بتاع وزاره الماليه، بيتحسب شامل الاجر، مش الاجر مش الخانه الاولى، مش الخانه الاولى، مش الاساسي، الشامل ده قانون، القانون اللي احنا ماشيين بكده. فطبعا هو بيتكلم شامل، الناس بتتكلم شامل، ما هو بيتكلم بيقول لك عايز الاساسي مش عارف، لا القانون اللي طلع ما كده، بيقول لك انا عايز يبقى عندي 2000 جنيه مش 1630. ما هو انا بتكلم صحفيين متعينين بقالهم ست سبع سنوات. بدل التكنولوجيا، اتفضل، ملوش علاقه بدل التكنولوجيا. لا ما هو يا باشا انت بتحسب الاجر دي تعليمات اللي بعتناه اللي جاي، احنا سالنا وزاره الماليه، الماليه قالت ايه ما هو المقصود شامل الاجر، ما فيش بتاع. انت عارف بقى شامل الاجر يعني ايه؟ انت بتشتغل في قناه فضائيه هنا، المفروض يدخل في الوعاء بتاعك الضريبي بتاع الاهرام، فاحسب لك فلوس قد كده واخصم منك ضرايب. بيخصموا يا لهوي، ده انت تدفعوني اللي انا بدفعه. فهو بيتحسب كده. وانت فاكرني صاحب الضرايب بتجاملني؟ هو بيتحسب كده. ده انا بروح اول واحد عايزين اهو تخصم ضرايب لصالح الاهرام. الاهرام تاخد مني؟ ياخدوا من منبع. ياخدوا من منبع. خليني بس هنا احنا يعني في كام نقطه عايز اوضحهم. البوابه هتبقى مصدر هتجيب دخل كبير جدا جدا جدا. الاعلانات بالذات كمان. الاعلانات الاعلانات اتعملت الاعلانات الرقميه المتحركه، والاداره شغالين وعاملوا نماذج وابداوا يسوقوها. كويس. الجارديان على فكره عملوا النموذج دي، كانت خسايرهم 60 مليون استرليني، 3 سنين بقوا ما شاء الله دلوقتي. عملوا حاجة مهمة جدا، يعني طبعا لو قلناها هنا في مصر الناس هتعتبر ايه الكبار والعظماء والبتاع، كل مقال يقول لك يتبرع بجنيه استرليني لإنقاذ الجارديان. الجارديان العظيمة لموا فلوس، هو مش الهدف الجنيه، ولكن الهدف الإحساس والانتماء، وأن في كيان كبير لازم نشارك مجتمعيا في عدم انهياره. الصحافة بتاعتنا كده. فهنا البوابه دي الاصدارات دي كلها لفتره معينه هتبقى مدفوعه، يعني انت لو عملت اصدارات الاهرام او الاخبار او روزا او غيره في امريكا بدولار في الشهر، لا اللي هيدخل المنصه هيدفع فلوس؟ ده بس بعد فتره. لا للبي دي اف، البي دي اف مش الاخبار المتاحه والخدمات. ده انت عندك بعد ما البوابه تطلق عندها 18 مليون متابع، هتاخد تصنيف كويس جدا جدا. وعلى فكره احنا شغالين دلوقتي في الهيئه، ده اللي موجود دلوقتي، اللي موجود. بس ده رقم هيبقى رقم واحد في مصر وفي المنطقة. على فكرة يعني هيبقى هذا العدد. الحسبة عملتها ازاي حضرتك عشان نقول مصر المنطقة؟ الحسبة كانت ازاي؟ احنا عندنا 18، كان كم بوابة يا استاذ عبد المحسن اللي عندك؟ كان عندنا حوالي 30 بوابة. 30 بوابة فيها محتويات كثيرة، البوابات دي تم اغلاقها جميعا بعد ايه بقى؟ بعد الاخوان ما اخترقوا. فاحنا شغالين في نظام تأمين، لان لا يليق ان دول يدخلوا يخترقوا بوابات. المحتوى اللي موجود في كل البوابات دي هيضخ في البوابة الجديدة بالمتابعين والزوار بتوعه أكتر من 18 مليون. يعني مش هنبدأ بقى اللي فات مات، الرياضة بالفن بالمرأة بكله يعني. والله العظيم يا أستاذ أحمد في يعني التنظيم ده فيه مفاجآت عظيمة جدا، بس احنا مش عايزين نتعجل، الناس بس بصل حاجة، إنما دي في حاجات مهمة جدا. فهنا ده متوقع ان هيدر دخل كبير، الاعلانات الرقميه، نظام التسويق، نظام المدفوع الاجر، هيجيب فلوس. اما اعمل باقه الاهرام دي ب 2 دولار في امريكا في الشهر، عندنا 10 مليون مغترب، في 10 مليون في مصر مغترب. وبس استكمالا لكلام الاستاذ كرم والكلام حضرتك فيما يخص القصه ديت،